شباب صوت صارت ابو ابراهيم جزء تحت الشعار بالضبط، ومن تشوف محمد وداهم يسار جزء يسار هذا الشيء من نفس كبير في الشعار نص السلام عليكم الله يعطيكم العافيه. وصلنا حي بطل الانجليش فردي بطل العنوان بطل الانجليش الزوج علينا 3.12 طلعوا 103 فئه تحكموا على يومين مجموع طيور 1830 طير. سواء اللي بيفوز واللي ما يفوز كلهم ابطال، وعندنا فئات ما شاء الله كان فيها ارقام خياليه ارقام كبيره، اللي ياخذ فيها اول يعني وزنه وزن بطل صراحه، بس احنا نتكلم عن الابطال. عندنا حبه باسيل بلاك فيس، عندنا حبه جراي، وعندنا زوج. الزوج زوج جميل وحلو، امس لما حكمناه يوم اخذ الاول على ربعه وخذ البطل، الكونديشن ماله ممتاز، في عنده قال كبير. احنا المشكله بالزوج انك لازم تحكمه تاخذ منه درجات شيء قفص كامل عشان تقارن. عندك الفحل الكثير مارك ماله اصغر من اشياء ثانيه. عندك اللون في قال خفيف بالظهر الثوب نفسه، هذا هذيلا عيبين كافي ان نوخرهم عن الطيرين هذيلا. يبقى عندنا الحين الطيرين هذيلا، عندنا نورمال جراي انجلش، عندنا فحل باستيل جراي طير جميل، ومي عندنا الجراي هذا طير جميل، هذا انجلش وهذا باستيل. الانجلش هذا طير من تو يوم فاز كان عيبه انه راسه صغير، هذا وهو لون راسه متناسق مع جسمه في تكويره، طير يعرف شنو قاعد يسوي بالمعرض. أنا كعلي برسلي حكم المعرض هذا يقول هذا البطل المعرض وهذا وصيف البطل، وألف مبروك يا شباب.